ينضم إلينا المحامي مجد الطباع في الاستوديو. أهلا بك، صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يعني هون الموضوع صار مختلف، نحن أمام استغلال حاجة وتصيد لتلك السيدات، ما بقى الموضوع زواج ديني وغيره. ما معلوماتك عن هذا الموضوع؟ هلا للأسف كثير من الناس بترغب دائما بموضوع زوجة ثانية بدون علم الزوجة الأولى بالأتراك. حتى السوريين عم يعملوها، بس الفكرة وين عم تكون؟ إنه هي الزوجة الثانية عم تكون بدون حقوق حتى الحد الأدنى. يعني أنا عندي من فترة جت لعنا حالة، أحد الأشخاص هو تركي متزوج صبية سورية على كتاب شرعي، بعد ما نحن دققنا حتى الشيخ اللي كاتب الكتاب مو حقيقي، يعني نحن وصلين يعني حتى شيخ حقيقي مو تزوير، حتى لا لا جايبين شخص عادي كتب العقد بيناتهم مشان ما حتى تحاول تستفيد منه ولا بمكان. انا قلت له اخي وقت قعدنا نحن وياه، طبعا بيحكي لغه عربيه بطلاقه مشان هو يتفاهم نحن هو وياه، قلت له طب انت ليش ما كتبت عند الامام حقيقي؟ يعني انت شو خايف اذا انت امام؟ قال انا حتى ما بدي اياها يوم ايام تروح توصل الرساله لزوجتي الاولى انه انا متزوجه. يعني اليوم في موضوع الاستغلال مخيف. هل هذا يعتبر زواج حقيقي؟ تقول حتى ما انه امام، يعني ما انه مخول انه يكتب ماله كتاب؟ ماله مخول، لا جاب اثنين شهود تبادلوا الفاظ، شرعا يعتبر زواج يعتد فيه بالشرع، اما قانونا ماله اي قيمه قانونيه. هلا المصيبه وين؟ نحن اذا بينتهي الموضوع انه ما يطلع له حقوق يعني متقبلين. هي موافقه اساسا لانه هو ديني وغير قانوني. لا هو ما بيقلها هيك اختي، هو بيقلها انه انت بيطلع لك حقوق وانا بكتب لك سند وبشتري لك بيت وبعودك بذهب. بس الفكره هذا الحديث كله بالحقيقه يعني اللي عم تكون مثبته ما عم يطلع لها حقوق، فكيف اللي ما لها مثبته؟ تماما. المشكله هي انه بعد فتره عم يصير خلاف مع الزوجه الاولى. يعني كثير انا سمعت حاله، كان في حاله بمرسين وصلوا تقريبا للقتل، قتلوها للعروس السوريه الا شوي. ايه والله، بس طبعا تم التعتيم على الموضوع لانه كان ما بده يصير بلبله بالموضوع، اما نحن قدام حاله مخيفه. طيب استاذ مجد، اليوم شو اللي بيدفع، غير موضوع انه يكون زوجه ثانيه، شو اللي بيدفع اليوم نساء انه يقبلوا بهذا الموضوع وهن على درايه انه قانونيا ممكن ينضاموا بكل المقاييس؟ الوضع المادي، الوضع المادي والرغبه بال انه بيتحسن الوضع. طب هلا في اعاقه بالاوراق؟ يعني نحن بنسمع احيانا بيكون في طلبات كثير لحتى يتم يمكن الزواج بتركيا، اوراق معينه وثبوتيات وما شابه، عم تكون هي عائق لحتى يتم اثبات كبير. الزواج؟ هلا اليوم الصبح كان عندنا نحن حاله زواج شخص تركي من صبيه سوريه، اي الصبيه اليوم عندها اقامه سياحيه، اليوم عم تتطلب طبعا بعد ما خسرت الانتخابات حزب العداله والتنميه واستلم الاحزاب الثانيه صعبوا موضوع تثبيت الزواج، اليوم بيطلبوا اقامه وبيطلبوا ورقه عزوبيه، ورقه العزوبيه بتصديق من القنصليه، اليوم تصديق القنصليه هي موجوده من قبل ورقه العزوبيه تماما، بس كانت تصدر ورقه العزوبيه احيانا من الدولات بورقه اسمها بكار بلقسي تماما. هلا اليوم مثلا هي الصبيه في عندها مشكله، نحن بنعرف الجوازات السوريه كلياتها في مشكله محمد وام اتش دي اختصار مع كلمه محمد، اقامتها غير جوازها، فتنا بمشروع ثاني، روحوا راجعوا افتحوا دعوه. يعني الاهم من هدول كلهم انه عم يطلع الدوم مثلا بعد 5 شهور، بعد 3 شهور، بعد 4 شهور، فهذا بحد ذاته عائق. والعائق الاهم انه بالحقيقه نحن واعين بمشكله انه الزوج يعني بيكذب بشكل فلكي، انت بتصدقي انه فعلا انت انا بحبك وبدي اتزوجك وبدي اجيب اولاد، فمعقول ما سجلهم على اسمي، معقول هلا بدها تحسن الظروف بده يطلع تعليمات عم يتم التصديق. والمشكله اذا صار في اولاد ما بيتسجلوا، شو بصير بهاي الناس؟ بهالحالة شو بصير؟ كيف بصير؟ انه بيسجلوا بدون زواج، انه كانه من علاقة غير شرعية، الأب فلان والأم فلانة، بس مالهم على اسم مين؟ على اسم أمه، على اسم الأم. ما في مشكلة، بداية كان في مشكلة، أنا بتذكر طلعت معكم حلقة يمكن من كذا سنة، كانوا وطلعت ضيفة من غازي عنتاب بتذكر تماما، سجلوها على اسم الزوجة الأولى. صحيح. الأولاد سجلوها على اسم الزوجة الأولى، باسم الأب. الأب والزوجة الأولى. هون حتى يعني فقدت يعني اولادها، يعني حتى فقدت اولادها. لا الأسوأ من هيك انه الزوجه الثانيه ما اعترفت فيهم، الزوجه الاولى اللي هي التركيه ما اعترفت بالاولاد، صار مشكله على الاولاد مشان موضوع الميراث. فاليوم نحن الموضوع شائك جدا. صح. والعله انه اليوم اخي نحن عم يعني جيل كامل الصبايا باولهم 20 و22 هذول المفروض فرصتهم تكون احسن من هيك. طيب هلا بتركيا اعتقد يعني انه الفتيات السوريات بيعرفوا هذا القانون صح؟ لا
كمان ما بيعرفوا الجهل اخي والكذب والاعلام. اليوم نحن بنكون واقعيين شوي. انت وقت عم تحكي من منبر تلفزيون غير بتتخيل انه في صفحه فيسبوك هي عم تكون للناس. هلا ما بيعرفوا انه بتركيا فقط زوجه واحده وهي التي تاخذ الحقوق ويسجل الزواج على هذا الاساس. يا ايهم باشا، انا من كم يوم اجى لعندي شخص تركي مجنس، هو سوري مجنس، بده يتزوج بنت عمرها 14 سنه. قلت لك يا اخي هي انت مجنس وبتشتغل بيشتغل موظف بالامنيات وانت بتعرف انه هذا انه هي جريمه غير تمام فعلا تمام. يعني انت عم قدام القانون اذا صار حمل اللي بتتدبى يعني هي جسمها اكبر. يعني اليوم اخي في نحن قدام مشكلتين، الجهل والادعاء الكذب الداخلي. يعني انت عم بتكذب على حالك. يعني انا احد الاشخاص اجى جاي معه بنته قال اخي ليك كبيره عمرها 16 17 سنه. قلت لك اذا انت بتعرف انه هي مولوده 2009 شلون بتصير معك؟ يعني المشكله انه او الغباء لو انا بعتذر على المصطلح صرفه. اليوم اخي اليوم يعني في ناس بتدعي على نفسها انه هي البنت اكبر، انه هذا الظرف بيتحمل او موضوع الماده. ما في طريقه يعني بالنسبه للزواج الديني يكون في حقوق للزوجه كيف؟ طبعا هي حلول جزئيه اليوم حاجه من الاختراع. الحل هلا احد الاشخاص اجى لعندي بنفس الوضع، قلنا له اخي نحن قدام ثلاثه، يا بيتم التوثيق من هلا بسندات وحجز، لانه انت بتعرف اليوم السوري بتركيا ما بتملك، فانت اساسا مثلا ما فيك تشتري لبيت لهيك او من خلال ذهب. عرفت كيف؟ او ثلاثه، الحل الثالث انه هذا العقد اللي بده يتوثق وبينكتب مثلا وصيه لبعده. بس حتى هدول الثلاثه اذا ما كان الشخص الثاني يعني ما عنده حل مالي، يعني اليوم اذا بده يتلاعب راح يتلاعب طبعا. اكيد طبعا. يعني حتى الدعم بيتاخذ سند الامانه اذا قال لك ما معي بنقله. نحن اليوم بنعرف انه الثغرات القانونيه كثيره واللي بده يتلاعب بيتلاعب. انا احد الاشخاص اجى لعندي عنده دعوه طلاق، سوريين مجنسين، فكان الخلاف على بيت والزوجة بتعرف وهن الخلاف البيت قيمته تقريبا 350,000 دولار. قال انا اول شغله بدي اعملها بدي اقيم البيت من اسمي. قلت له اخي اذا انت طبعا كله بتخيل انه هو صاحب الحق. قلت له اذا انت شرعا هذا البيت لك تصطفل، اما قانونا هي شريكتك، انت شارين البيت بعد الزواج. تمام. بعد 4-5 ايام اختفى، اجى ناقل البيت لحدا من اصحابه. الأسوأ من هيك جاب سند امانه انه هو مديون، يعني مو بس انه ما بده يدفع بده ياخذ منها. يعني نحن المشكلة أخي أنه ضحايا وهذا العدد كبير. طيب اليوم الإشاعات أنه يدرس اليوم بالقانون التركي وجود زوجة ثانية، هل هي ثغرة ولا عن جد صار فيه؟ وسمعتها من صبايا كانوا قاعدين حدي لا أنا رح يثبت لي ورح أتزوج. وأكيد وصار موجود رح أقول لك شيء. اليوم الوعود بشكل كبير، اثنين الكذب. يعني احد الاشخاص مثبت زواجه بلبنان، سوري مجنس ثبت زواجه بلبنان، ما اعترفوا له عليه هون، فكيف بده يصير تثبيت زوجه ثانيه؟ نحن ما لنا قاعدين بدوله عم تشتغل على الشريعه الاسلاميه، الموضوع زواج مدني، يعني في اختلاف دين متخذين قرارا وخلص ما في اي عدلو. استثناءات يعني ابدا. بعدين نحن بدنا نحكي شغله ثانيه، العقليه التركيه ما لهم متقبلين موضوع زوجه ثانيه. يعني حتى طبعاً. الاسلاميين بيقول لك انا الزوجه مثل ما بقبل زوجه ثانيه. طبعا انا ما عم بقول 100% اللي بيطلع حدا بيقول لك اخي انا بعرف فلان تركي متزوج وحده بعلم زوجته، احنا عم نحكي عام. بس حتى الزوجه التركيه اللي اليوم مو متقبله يعني 0% ما متقبله زوجه ثانيه، وال يعني حتى الحكومه ما لها مضطره تفتح على حالها قصه مشان القصه. بعيدا عن انه يتخذوا قرار، اليوم في حال ضحايا ولجأت لاحد المحامين او للقانون التركي ابدا ما ببت بالموضوع ولا على مبدأ القانون لا يحمي المغفلين؟ هذا القانون وما ممكن نساعدك بأي حالة استغلال مثلا ممكن حتى لو كان في أطفال. ممكن أنه إذا ارتفعت دعوة للأطفال يصير في تعويض للأطفال، بس نفقة سكن للأطفال، أما هي ما لها شيء للأسف. نسب يعني أنه دي ان اي، تحليل دي ان اي كذا مسجلين، بس ما مسجلين باسمه كأب، هو أبوه وهي أمه بس بدون زواج. بياخذوا الجنسية إذا كان تركي، بياخذوا الجنسية التركية ويعاملوا كمواطنين أتراك، ولكن هني على اسم الأم. وطبعا إذا الزوجة الثانية الأم الأساسية يعني التركية بتعمل مثلا شكوى أو قصص، ممكن حتى يصير في مشكلة ميراث. تماما. يعني في حتى حقوق للأطفال، يعني في حقوق ممكن تضيع. تماما. هلأ اليوم أخي نكون واقعيين شوي، الشخص نحن إما من الزوجة السورية، نحن بنقول هلا الرجل التركي اللي عم يبتدئ بهالموضوع هو بيعرف بده يواجه مشاكل،
بس هو دائما يعني معلش بيقول لك هي مستضعفة أخي ما فيها تعمل شيء. هلا طلقها بعد على أدلة أكيد للأسف. يعني أنا صارت معي ما بعكس القصة تماما، بنت تركية وشاب سوري. والشاب السوري مادياته جيدة جدا وهي كانت مجرد موظفة عنده ورغبانة وطمعانة حتى فيه. بعد ما تم الزواج بفترة بسيطة هي حست انه الموضوع مو مثل ما متخيله. يعني هو هي متخيله بدها تشاركه بكل شيء. هو مزبط اموره نائل وقايم مناهي الموضوع. كيف مزبط اموره؟ شو عامل؟ ببساطه جدا احرجها بموضوع بنزله على النوتر بيعملوا شيء اسمه فصل ذمه ماليه، انه تمام انه كل واحد له املاكه. اها وبالتالي ما بتشاركه في حال الطلاق، ما بتشاركه او ما بيشاركه هو ايضا في حال الطلاق. هو ايه اللي صار انه بدايه نحن نعرف اليوم الرابط الحقيقي للزواج هو اخي الاستمراريه، الاولاد، المحبه. هي كانت الموضوع لا هي طمع. بعد ما شافت انه هي طلعت برا اللعبه نهائيا تحولت لوحش، يعني مو الزوج اللي استغل الزوجه، هي استغلت. شو عمله؟ اول شيء اثبتت انه هي وقعت على ورقه بدون ما تطلع على البيانات اللي جواتها. في استغلال؟ أثبتت اثنين انه هو عم يحاول يهرب مصاريه بدون ضرائب. ثلاثة والأهم من هدول كلياتهم اشتكت عليه انه هو شخص عم يتواصل مع اشخاص بيشتغل موضوع الحوالات مشان يهرب مصاري لجهات مشبوهة. يعني تخيل تحول الموضوع، لو القصة بالمقلوب بيطلع ما في مشكلة، يعني لو كان الضحية هو السوري ما في مشكلة للأسف. معناتها العنوان اليوم مو بس يمكن استغلال النساء، استغلال الأجنبي بشكل أو بآخر عن طريق الزواج. الزواج بده يكون مدروس بشكل مخيف. أكيد. كيف بيكون مدروس؟ هو قانون يعني خلص. أول شيء بده يكون الزوجين فعلاً عازبين ورغبة، هي رغبتهم زواج وما في تفاوض طبقي. يعني التفاوض الطبقي نحن نكون واقعيين حتى بأي زواج، غيرنا من الزواج التركي، الزواج وقت بيكون في تفاوض بالطبقات، لأنه اليوم موضوع البلاء المالية بتطلب من الزوج، بس أنا برأيي شخصياً طبعاً إنه لازم يكون الطرفين متساويين، يعني أولاد بيئة واحدة، مشان ما يصير إنه أنا في هاي طمع. طمع تماماً تماماً، صحيح صحيح. وقت بيكون في كفاءة وفي تساوي بين الطرفين. ما بصير هاي المشاكل. يعني وطبعاً بيكون في دراسة. يعني احد الاشخاص انا هلا من فتره قريبه، ما فينا نعمم مو بالضروره، ولكن نحن عم نحكي عام ستي تماما تمام. نحن ما عم نحكي ايه طبعا وقت يكون في توافق نحن بنكون اختصرنا المشكله. صحيح. احيانا في حالات بيكون في فرق مادي وفرق بالعمر وفرق بالتعليم وكلهم وبيستمروا مئات سنين. والاهم من هيك انه تزوجوا مدني حسب القانون التركي. صح. لو حبيتوا تزوجوا عن طريق شيخ بعد ما تثبت كتب كتاب شرعي. صح. ممكن كثير كثير حتى الاتراك بيساووها. يعني شو صحيح بعد صحيح. ما يكتبوا الكتاب بيعملوا كتاب إمام الجامع غالبا إمام الجامع بيكتبوا على ورقه بيعتبروا مشان تبادل الالفاظ. طبعا شرعا هو تم الزواج، لانه هو حتى على الكتاب المدني حتى على الكتاب المدني شرعا تم الزواج، لانه هو عباره عن عرض وطلب. طيب حاليا شو شروط الزواج المدني بتركيا بالنسبه للسوريين؟ اول شيء حمل اقامه او كملك، اثنين جواز سفر فاعل، ثلاثه ورقه العزوبيه المصدقه. ما في بركي ما في زواج هيدا باسبور باسطنبول ما بتثبته ما بتثبت ما بتثبت. لا رجعنا وقعنا بمشكله ثانيه. لا تانية. في اشخاص مثلا بتثبت بسوريا قبل ما تثبت هون، يطلب منهم هون انه ورقه تعازب. شلون بده يحل هاي الخلاف؟ هي مشكله، لانه المفروض خلص يثبت هون وبعدين هلا في شيء او بنفس الوقت. انا بدي اسال سؤال، شو الغايه من تثبيتهم كسوريين؟ يعني احد الاشخاص انا سالني انت اخي بتنصحني ثبت بسوريا؟ قلت له اذا انت مجنس او على باب تجنيس ثبتهم. اما اذا انت هون مشان الاطفال كمان يا ستي، ما هن رح يجنسوا لان او عن اخر رح يحملوا جنسيه بلدهم اللي هلا هن سوريين مثلا او فلسطيني. موضوع الاقامه والكملك اللي بده ياخذها، كل هدول على تثبيت السوري بكفوا. اليوم اللي عم يصير الحالات اللي عم يتم تثبيت الزواج السوريات هون او السوريين هون هن بس مشان موضوع نقل الكملك. اما فعليا هو ما بفيد. يعني انت رايك انه ما في داعي تثبيت الزواج اذا كانوا سوريين غير مجنسين؟ يعني اخي في ما بيقدم ولا شيء. بعدين انا بدي احكي شغله بعتذر كمان، لانه بعرف هلا الناس بتقول اخي النيه زواج. اليوم موضوع الطلاق بتركيا طويل جدا، فاليوم اي علاقه بتبدا ممكن تنتهي. فالتطليق بتركيا سنوات، اذا كان في خلاف سنتين وثلاثه واربعه. اما وقت انت مثبت زواجك بسوريا وحابب تطلق بسوريا، طبعا ان شاء الله ربنا يعيس حدا، يعني الموضوع ابسط بكثير. وحاليا حتى ما عم يعترفوا بموضوع زواج الوكاله.
كثير ناس مثبت بالزواج على من خلال الوكاله. نحن بنعرف انه اليوم اغلب الشباب السوريين وصلوا 10 سنين ما بتسنت تنزل، فهو اكيد يكون مثبت الوكاله ووكاله حقيقيه وصادموا قنصليه ما بيقبلوا فيها للاسف. اذا جماعة عم تقبل والعكس عم بيكون الاصعب هون، في حال اي اوراق بدنا نعملها عم يطلبوا تثبيت الزواج من سوريا، وهذا امر ضروري. كيف عم يطلبوا تثبيت الزواج بسوريا؟ إيه حتى لو مثبتين هون عم يطلبوا تثبيت الزواج بسوريا بكل الاوراق، ما في اي استثناء. لا 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 لا. استاذ مجد، ختاما نصيحه من حضرتك لاي صبيه سوريه، خلينا نخص الصبايا لان هن الحاله العامه اللي عم يتم استغلالهم. لا حتى غير النصائح، يعني اليوم عن جد لازم يكون في تكاتف لموضوع التوعيه باي طريقه، تجمع محامين او حتى يمكن جمعيات معينه تعنى بهذا الموضوع. نصائح انا بنصح الكل انه وقت حابب انت تثبت بتركيا او تتزوج تركي، يا ريت يكون الموضوع فيه وعي. يعني نحن نروح اول شيء ننزل شخصيا على سراي نكاح ونسال عن التفاصيل ونشوف شو لازم اوراق ونشوف اذا فينا نأمنه ولا لا. اثنين، لا نصدق موضوع الزوجه الثانيه، ما بيصدق ولا بحاله. ثلاثه والاهم، يكون مثل ما رجعنا حكينا اول شيء، موضوع في تساوي بين الطرفين، في تكافؤ. اليوم الضحيه وقت عم تكون البنت ضحيه، يعني عم تخسر وحياه. اليوم نحن يعني انت وقت عم يكون اول زواج لك خاسر، يعني طبعا هو حاله عامه، رح تكون الزوجه اللي بعدها كمان اضعف لانه انت كان صار ظرفها البنت مطلقه وصار ظرفها، يعني فنحن قدام شيء او بدك تضل تعيش كل حياتها عم تساير انه زوجها هذا ممكن يصرف وما يصرف. صحيح. شكرا كثير لك محامي مجد طبعا على كل هذه المعلومات اللي قدمتها، ونتمنى يكون في اذان صاغي لكل وفي وعي اكثر السيدات طبعا بهذا الموضوع، ودائما القانون شو من كان وين من كنا اكيد هو اللي بيسند واللي بيدعمنا بالنهايه. شكرا لك، هذا سعيد حبيبي.